استرك يا رب. انا جاي عند مصنع لازم اربح ثلاث عقول جنبك اهو. قلت بالمره بقى. الله يصلح حالك يا رب. لو قلت لك مش عارف اقول لك دلوقتي. يا شفت الكلام على قلبك. محمد خد الخلف بس. والله متشكرين قوي. يا احمد انا عارف. انا عارف. بس ما حبيتش ازعل. الله يسترك وعقبال كل سنه وكل ما يجي. قلت لها والله ما ازعل. الله يسترك يا رب. انا جاي عند مصنع لازم اربح ثلاث عقول جنبك اهو. قلت بالمره بقى. الله يصلح حالك يا رب. لو قلت لك مش عارف اقول لك دلوقتي. يا شفت الكلام على قلبك. محمد خد الخلف بس. العيال واقفه ازاي؟ ادي المساحه. ادي المساحه يا باشمهندس. العوايد ما تتقطعش ابدا ويخليكم ويخلي رجالكم شعورك النهارده يا حاجه وانت يا احفادك حوالين منك احفادك حوالين منك شعور جميل واحفادي وربنا يخليهم واشوفهم كده يا رب دكاتره مهندسين واتمنى من الله ان يهدي لي عيالي ويهدي يا رجالتكم